أهلا بكم. واحدة من أعظم الكوارث شهدتها تركيا والشمال السوري في التاريخ الحديث، الزلزال الأسوأ منذ 100 عام بحسب الأمم المتحدة التي وصفت استجابة تركيا بالاستثنائية، زلزال يلوح بهزاته الارتدادية المرعبة خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ومن هم تحت الركام والأبنية المهدمة، إذ تجاوزت قوته 7.17 الدرجة على مقياس ريختر. ومن شدة الكارثة ومع قساوة البرد هرعت الحكومة التركية بعمليات الإنقاذ والإيواء وتهيئة المستلزمات الضرورية للمنكوبين، وساهمت دول عربية وأجنبية بفرق الإنقاذ والمساعدات الطبية والإنسانية يدا بيد مع الشعب التركي، كما سارعت هيئة علماء المسلمين في العراق إلى تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال، إذ بادر مكتب الهيئة في تركيا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر سورية وتركية في بعض الولايات الجنوبية، وحثت الهيئة على وقفة جادة وهبة إنسانية لإنقاذ من يمكن إنقاذه من المنكوبين في الزلزال المدمر. زلزال تركيا وسوريا ليس ببعيد عن العراق، لا سيما وأنه احتل المرتبة 13 ضمن لائحة الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الزلازل. فهل حكومة نظام المحاصصة على مستوى التحدي لمواجهة هذه الأخطار، وهي كما يرى مراقبون وكما يرى عراقيون غارقة لملفات الفساد وسط انهيار البنى التحتية، في وقت لا تزال حتى جثث العراقيين في الموصل تحت الأنقاض رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ 7 سنين، ووسط جمهورية من مخيمات النزوح والتدهور الشامل في الحياة المعيشية للمواطنين العراقيين؟ وسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع، وسيكون ضيوفي في هذه الحلقة البروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك بروفيسور. وأيضا عبر سكايب الأستاذ محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، عبر الهاتف سيكون معنا. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. وسيلتحق معنا أيضا الدكتور هلال الدنيمي، الكاتب والباحث السياسي، هو معنا الآن. مرحبا بك دكتور هلال. إياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي عاشتها تركيا وسوريا في العصر الحديث، إنه الزلزال الذي تجاوزت قوته 7.17 على مقياس ريختر، وألحق ضررا كبيرا بنحو 10 ولايات في الجنوب التركي إضافة إلى محافظات سورية، وهو الأسوأ منذ 100 عام بحسب الأمم المتحدة التي وصفت استجابة تركيا للتعامل مع الكارثة بالاستثنائية. ومع هول الكارثة وقساوة الظروف الجوية واتساع المساحات التي تعرضت للأضرار، فقد هبت تركيا وهي تسابق الزمن في عمليات الإنقاذ والإيواء وتهيئة المستلزمات الضرورية للمنكوبين. كذلك ساهمت دول عربية وعالمية بفرق الإنقاذ والمساعدات الطبية والإنسانية، فيما سارعت هيئة علماء المسلمين في العراق إلى تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال، وبادر مكتب الهيئة في تركيا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر سورية وتركية في بعض الولايات الجنوبية التي طالها الزلزال، وحثت الهيئة على وقفة جادة وغير مسبوقة لإنقاذ من يمكن إنقاذه. زلزال تركيا وسوريا ليس ببعيد عن العراق الذي تربطه بهما حدود مشتركة، واحتمالية تعرضه لمثل هذه الكوارث ليس بمستبعد، لا سيما أن العراق حل بالمرتبة 13 ضمن لائحة الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية في مؤشر المخاطر العالمي لعام 2023. وأفاد التقرير الصادر عن المؤشر بأن مستوى التعرض يمثل احتمالية مواجهة السكان للزلازل والفيضانات الساحلية والنهرية والأعاصير.
تأتي تلك المؤشرات الخطيرة وسط انهيار البنى التحتية للعراق الذي يعاني نقصاً حاداً في أهم المقومات الحياتية في مجال الصحة والأمن والغذاء والخدمات الأساسية، في وقت ما تزال فيه جثث العراقيين في الموصل تحت الأنقاض على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات، فضلاً عن أي تقدم في مجال إعمار المدن المتضررة أو إعادة المهجرين منها. فماذا ستفعل الحكومة في حال تعرض البلد إلى أضرار ناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ على المدى القصير والطويل؟ ترى هل الحكومة الحالية في العراق بأحزابها الفاسدة المنهمكة بسرقة الشعب مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث التي تحتاج إلى بنية تحتية قوية وحكومة حريصة ومخلصة لشعبها غير خاضعة للميليشيات التي تخدم المصالح الإيرانية دون النظر إلى مصالح العراق؟ إذا نبدأ معك بروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية. بروفيسور، يعني هذا الزلزال بحسب وصف الأمم المتحدة أنه الأضخم والأكبر والأعظم منذ 100 عام، يا ترى ما مدى احتمالية أن تتعرض بلدان مجاورة لتركيا كالعراق إلى زلزال مشابه؟ مشابه تماماً، أعتقد أن هذا مستبعد، يعني لأنه لم يحصل سابقاً على ما أعتقد في العراق شيء من هذا النوع، بينما في المنطقة اللي حصل فيها هذا الزلزال حلب مثلاً حصلت عدة مرات، وقيل في إحدى المرات 1170 أن هنالك 80,000 قتيل في حلب، و1138 أن هنالك 80 هزة في ليلة واحدة في حلب. العراق يعني حدوده هي الحدود تقريبا الحدود الإيرانية. نعم. ولكن العراقيون يعني شعروا بهذه الهزة بشكل واضح، وسبق أن حصلت هذه الهزة قبل سنة. شعروا تختلف عن تعرضوا إلى كارثة. يعني هو ممكن أن يكون هنالك بعض الزلازل المؤذية، لكنها في الواقع في العراق ليست بنفس درجة تركيا. تركيا درجات أكثر من العراق، وليست أيضا بدرجة إيران. هي إيران أيضا وتركيا إلى حد ما متشابهة في هذا المجال، لا يمر 5 سنوات بدون كارثة، بينما في العراق أنتم تعلمون يعني أنه لا يوجد كوارث زلزالية حقيقية. يمكن قبل 4 سنوات بسيطة كان هنالك على بعد حوالي 100 كيلو، أكثر من 100 كيلومتر من بغداد إلى الشرق منها على الحدود الإيرانية نشاط يعني ملحوظ. النشاط الملحوظ ممكن، إنما هزات أو زلازل قصوى بهذا الشكل هي أساسا نادرة يعني في كل مكان، ولكنها أكثر ندرة في العراق، رغم أنه لا أحد يستطيع أن يستثني أي حدود صفائح تصادمية من أن يحصل عليها بالصدفة. يعني أن يكون هنالك زلزال يحصل كل 10,000 عام مرة ويكون دوره قادم، هذا نحن لا نعلم يعني بشكل جيد، إلا أن هذا مستبعد في الواقع، لأنه العراق جاي عمليا معظمه وخاصة في حدوده مع إيران، الحدود يعني ليست 100% تصادمية، يعني في هنالك انزلاق أيضا. التصادم يأتي في الشمال، شمال العراق ربما يكون يعني في بعض المظاهر أخطر من شرقه أو من المناطق الأخرى من العراق. نعم، ابقى معي لو سمحت بروفيسور، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. هذا الزلزال الذي حصل في تركيا وهي كارثة عظيمة جدا، فيما لو تعرضت المنطقة مرة أخرى، هل ترى أن الحكومة في العراق مستعدة لمثل هذه الكارثة؟ وخاصة هناك من المتخصصين يتحدثون أنه في المنطقة الشمالية في العراق، وكما تحدث أيضا البروفيسور نجيب أبو كركي، الحدود الإيرانية أيضا منطقة جبلية ممكن أن تؤثر ربما هكذا كوارث المستقبل على العراق. هل ترى أن الحكومة في العراق مستعدة لذلك، كما رأينا وتابعنا الحكومة التركية التي هرعت برغم الظروف القاسية لنجدة المنكوبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم من فقد في هذا الزلزال، وإنذار لمن بقى حيا، ونسأل الله الشفاء للجرحى، ونتقدم بالشكر لكل من ساهم وساعد
على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقدم المساعدات من أي جهة إن كانت، وهذا واجب إنساني عظيم حقيقة يشكرون عليه، وقفة حقيقة تراد في هذا الأمر. قضية العراق وقضية تداعيات الأمر فيما لو حصلت كارثة، أي نوع من الكوارث الطبيعية التي تحصل كما تفضل الدكتور، العراق مستقر زلزاليا نعم، ولكن يتأثر بالزلازل المجاورة له في تركيا وفي شمال في شمال العراق خاصة، وفي الحدود المجاورة لإيران. لكن القضية هل أن والسؤال الأهم فيما لو تعرض العراق لنتائج هذه الكوارث في انهيار السدود مثلا في تركيا لا سامح الله، أو في إيران أو في مكان آخر، هل تستطيع الحكومة العراقية التي لم تستطيع أن تنقذ بغداد من الغرق من المطر لمدة نصف ساعة، هل تستطيع أن تواجه هذا الكوارث؟ بالتأكيد لا، لأنه نحن نلاحظ على المدى الخدمي أنه الخدمات معدومة أو شبه معدومة في العراق. البنى التحتية تعرضت للانهيار بشكل كبير، إضافة إلى أنه ولاء هذه السلطات الفاسدة في العراق لمن؟ القضية لم تهتم في أبسط متطلبات المواطن العراقي، وكنا نتذكر ماذا حصل عندما حصل تصدع أو تسريب للمياه في سد الموصل، كلكم تذكرون هذا الحدث، كيف كانت الاستجابة وكيف تصرفت هذه السلطات في العراق. إذن نحن حقيقة نسأل الله العظيم أن يدفع البلاء عن كل أمة محمد وعن كل الناس في هذا الكون. دكتور، يعني لماذا الحكومة لم تسعى بشكل جدي بشكل جاد للتنسيق مع المنظمات الدولية واللجان الدولية الفنية المتخصصة بإنشاء السدود من أجل تلافي هذه الكارثة لو حصلت على سد الموصل؟ يعني هذه الهزات الارتدادية ربما يصل مداها ربما للعراق، أو حتى وإن مثل ما تفضلتم سدود تنهار في تركيا أو في إيران تؤدي بالتالي إلى الضغط على العراق. لماذا عدم الجدية من قبل الحكومة في توقع مثل هذه الكوارث التي ممكن أن تزهق أرواح مئات الآلاف من العراقيين؟ على المدى القريب والبعيد خلال 20 سنة التي مضت بعد الاحتلال، الكل يدرك بأنه ما الذي يوجد في العراق ليست حكومة، وإنما سلطة المافيات والعصابات والميليشيات، هذا جانب. الجانب الآخر الولاء لخارج حدود العراق، كل من يعملون في هذه الحكومة والذين تحالفوا معهم، الهم الأكبر لهم هو سرقة المال العام وعدم الاهتمام في البنى التحتية بأي صفة كانت، يعني أبسط خدمة يقدموها للمواطن العراقي هي الكهرباء. يعني من 20 سنة اللي لا زلازل ولا فيضانات ولا كوارث ولا بناء تكنولوجي متيسر في العالم، ولدينا في العراق الكفاءات الفنية العراقية الهندسية القادرة على أن تقوم بهذا العمل، وقمنا به سابقا بال91. كل يتذكر كيف هب العراقيون كلهم لإعمار منظومة الكهرباء والماء والنفط في فترة قياسية جدا رغم ظروف الحصار التي كانت على العراق، لكن لا توجد هناك جدية من هؤلاء ولا توجد نية للإعمار، لأنه الذي أتى مع المحتل لا يمكن أن يبني بلد. هذا الكلام يتناقض مع المنطق، وبالتالي نلاحظ عمليا على المدى على الأرض الآن حريق في مستشفى الناصرية، كلكم تتذكروا مرة قبل فترة قريبة كيف تعاملت هذه الجهات وكيف أنها انتظرت الجثث تحترق في مستشفى وليست في مدينة كاملة، وليست انهيار سد ياسا لا سامح الله، وليست فيضان جارف. لم تستطيع أن تقدم الخدمة المطلوبة لمستشفى صغير في مدينة. طيب هذا هو الحال الذي يصف كل الأمور الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. الأمم المتحدة وصفت استجابة تركيا بأنها استجابة استثنائية
هذا الزلزال المدمر، وصفته بأنه الأكبر والأخطر والأعظم منذ 100 عام. كيف تقيم ما قامت به الحكومة التركية في مواجهة هذا الزلزال وإنقاذ من يمكن إنقاذه؟ كل التعازي لضحايا هذا الزلزال الكارثة في تركيا وسوريا، والتحية لكم ولكل مشاهديكم الأكارم ولضيفيكم العزيزين. حياك الله أستاذ. بالنسبة للكارثة التي حدثت وسببت هذا الزلزال، الزلزال الذي أدى بالكثير من الضحايا وناتج عن نشاط البراكين والانزلاقات كما يتكلم عنها الجيولوجيين، والانزلاقات في طبقات القشرة الأرضية، وتؤدي هذه الزلازل إلى تشقق في الأرض، وتحدث أحيانا أمواج عالية تحت سطح البحر. ولذلك الحكومة التركية اتخذت إجراءات سريعة في إنقاذ العشرات أو بالآلاف من الذين وقعوا تحت مصيبة هذا الزلزال وهم في بيوتهم ساكنين آمنين، وفاجأهم هذا الزلزال، الزلزال الكارثة، الزلزال الذي أدى بحياة الألوف من البشر. وحبت بمساعدة تركيا وسوريا الكثير من البلدان، وبالتحديد أن هذه الهبة التي ساعدت فيها بلدان العربية وأوروبا وغيرها من البلدان، هذه تأتي لو بشكل كامل، أن الإنسانية لا تعرف أي مجال للخلافات السياسية بين هذا الطرف وذاك، ولذلك قامت بتشكيل فرق لإنقاذ وجاءت بمساعدات إنسانية من بطانيات وخيم وغيرها، وكذلك أسكنت الكثير من الناس الذين بقوا بدون مأوى نتيجة هذا الزلزال في أماكن متعددة، وأصبح لهم محلات سكن مؤقتة لحين ما تتواجد الأمور بشكل أفضل لبناء لهم أو لإقامة مخيمات مؤقتة لحين إجراء اللازم. ابقى معي أستاذ محمد جواد فارس، أعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك بروفيسور نجيب أبو كركي، في العراق هناك منظمات، الكثير من المنظمات الدولية والمتخصصين حذروا من انهيار سد الموصل، هذا السد الذي فيه تصدعات، وفي كل سنة نسمع هذه التحذيرات. يا ترى هل ثمة تداعيات برأيك وأنتم أصحاب الاختصاص بروفيسور؟ هل تداعيات الزلزال ربما سيصل مداها إلى هذا السد المهدد بالانهيار؟ استبعد حقيقة ذلك. السد معلوم أنه يعني يواجه مشاكل، لكن أعتقد بأن لديكم يعني ثروة في العراق في هذا المجال اسمعوا لها، اللي هي الأستاذ الدكتور نذير الأنصاري الذي يستطيع يعني أن يعطي الخبرة في هذا المجال للعالم أجمع. أعتقد أنه في السويد الآن، ولكنه على علاقة كبيرة مع العراق، ومتأكد تماما بأنه يعني التزامه البيئي والوطني في العراق كبير. فأنا أعتقد أنه يعني إذا كان في هنالك أي آراء حول هذا الموضوع فيجب أن تأتي منه أولا كخبير في هذا السد وكخبير دولي في هذا المجال بشكل كبير جدا وعلى درجة عالية من الكفاءة. لا أستطيع أن يعني أتحدث أكثر من ذلك، لكن أعتقد بأنه الكثير من الخبراء خاصة أجانب وغيره يعطوا آراء متناقضة، وغالبا ما بتكون سطحية، وغالبا ما بتكون موجهة لهذا الجزء أو ذاك أو لأسباب الله أعلم بها. أعتقد أنه كما ذكرت حقيقة أقتنع بهذا ومؤمن به من الخبرة والمعرفة، الأستاذ الدكتور نذير الأنصاري يفيدكم جدا في هذا المجال، وهو على علم تام بكل أوضاع سد الموصل، فليكن تحت مراقبته اللصيقة. نعم بروفيسور، في هذه الحالة يعني ما المعلومات التي ممكن أن تتحفنا بها وللمشاهدين الكرام؟
فيما يخص موضوع الزلزال داخل تركيا، هل ستكون حدوده تركيا والشمال السوري ليس هناك خطورة مثلا على دول أخرى كمصر التي شعرت به أو لبنان التي الكثير من التقارير تحدثت عن احتمالية حصول مثل هذه الكارثة في لبنان؟ تقارير من؟ أنا أعتقد أن الكثير منها في الواقع إشاعات موجهة كما ذكرت. نحن نستطيع أن نجد الإجابة من خلال دراسة التاريخ الزلزالي في المنطقة. تركيا حصل فيها مجموعة هائلة من الزلازل اعتبارا من 1939، أرزنكان الأقرب للعراق على ما أعتقد في من هذا الزلزال، وكان قوة ذلك الزلزال 8، سبب إزاحة 4.2 متر مقارنة ب 3 متر لهذا، وسبب تشققات على مدى 350 كيلومتر، وسبب بعد ذلك حوالي 10 زلازل انتقلت من أرزنكان في شرق تركيا إلى إزميت في غربها عام 1999 مرورا بحوالي 10 زلازل. هل حصل بعد أي من هذه الزلازل الكبرى واللي أكبر من هذا عمليا قليلا، هل حصل أي شيء في العراق؟ إذا بحثنا في التاريخ الزلزالي هذه ظواهر يعني تكرر نفسها بغير انتظام لكن تقريبا بنظام، الصدوع نفسها لا تتغير بشكل بسيط يعني، وتميل عمليا إلى أنها تراكم الإجهادات والضغوط حتى حد معين ثم تنكسر. فمن قال بأن مصر ستتأثر بهذا؟ لماذا لم يقل بأنه من سيتأثر بهذا هي رومانيا اللي حصل فيها قبل يومين زلزال قوته 5، أو اسكندنافيا ما أنه هولندي يعني اليوم في 4 زلازل في أيسلندا. في الواقع الظواهر هذه مستقلة، وغالبا ما يستغل هكذا أمور وخاصة في منطقتنا المشوشة القلقة والتي يعني تستجلب وكأنها يعني مانعات صواعق تستجلب الأخبار السيئة وتشترها وتضخمها وتعطيها أهمية. من أطلق هذا التنبؤ لا علاقة له بتاتا لا بعلم الزلازل ولا في المنطقة، لأننا لم نسمع به سابقا، وهو يدعي أنه يدرس تاريخ الزلازل في المنطقة، وهو أمور ليست سهلة. التاريخ في هذا المجال هو عبارة عن مخطوطات تحتاج إلى أن يكون الإنسان ضريعا في اللغة العربية زائد ضريعا في تلك اللغة في ذلك الوقت، يعني تحتاج إلى تضافر تاريخيين وزلزاليين وجغرافيين إلى آخره من نفس المنطقة. أما أن يأتي دراسات عن بعد بهذا الشكل، طيارة يخرج مباشرة ويقول بأنه إن آجلا أو عاجلا سيحصل زلزال في منطقة، دكتور بروفيسور ما حقيقة فقط أكمل هذه الفكرة لو سمحت. نعم. ثانية، أن يقول يعني بأنه إن آجلا أو عاجلا سيحصل زلزال، يترجم هذا في المونينك ساعة الإعلام العربي بأنه تنبؤ، هذا في الواقع كارثة بحد ذاته. نعم. أردت أن أسألك عن هذه النقطة وأشرت إليها قبلي، ما حقيقة من تنبأ بالزلزال ويعني تحدث بالتاريخ بالوقت وتحدث بالساعة، هل هذا الأمر ممكن؟ هذا غير ممكن، وفي النهاية يعني نحن قلنا هكذا، يعني من يشاهد هذه الحلقة ولا يعلم ما الذي قاله الهولندي يعتقد بأنه تنبأ بالساعة والوقت، هو لم يتنبأ بتاتا لا بساعة ولا بشيء، هو قال إن آجلا أو عاجلا سيحصل زلزال. هذه الجملة صحيحة لأي صدع زلزالي، أي صدع زلزالي سيحصل به زلازل بنفس القوة اللي حصلت فيه سابقا إن آجلا أو عاجلا، هذا يعني مؤكد. مئات آلاف الصدوع تسير على هذا النمط وليس فقط الصدع الذي يتحرك. ثم في نقطة مهمة جدا، هو يعتمد على موضوع دراسات فلكية ويقول إنه اصطفاف الكواكب، ويقول إنه القمر عندما يكتمل كم مرة يكتمل القمر في العام، ثم إنه اصطفاف الكواكب هل هذا اصطف مباشرة وخصوصي لهذا الصدع بالذات؟ هنالك مئات آلاف الصدوع، لماذا لم يؤثر اصطفافه البعيد والذي يؤثر كحق الكامل على الأرض كلها، هو يغرقها إذا كانت قوة بهذا الشكل، كان قوة جاذبية، مفروض أن يؤثر على كل الصدوع أو معظمها على الأقل، وليس هذا الصدع تماما. الفكرة علميا فاشلة تماما، لكن إعلاميا في الواقع نجح نجاحا باهرا، لأنه شافوا الفيديو بتاعه 60 مليون بني آدم وكلهم يعني أغرار، معظمهم يعني يتقبلوا أي فكرة خاصة إن كانت كارثية ويضخموها ويبدأوا عمليا باشترارها وتحسينها حتى تصبح تنبؤ كامل الدسم. في الواقع لم يتنبأ شيء. هل هناك بروفيسور تداعيات زلزالية بعد هذا الزلزال؟ طبعا كل زلزال له تداعيات زلزالية، لكن الأقرب في الأقرب يعني تداعياته في منطقته واضحة في مسألة الهزات الارتدادية في تلك المنطقة، يعني
لكن التداعيات كما ذكرت، إن أردنا أن نفهم تداعيات هذا الزلزال ننظر في الزلازل التي حصلت خلال القرن الماضي والتي هي عددها مهول، كل 5 سنين كان يصير زلزال. هل كان لها تداعيات؟ هل منطقتنا محيت عن الوجود مثلا؟ هل صار أي شيء؟ الصدع التحويلي الأردني مثلا الذي ذكروا بالاسم بأن البحر الميت سيتنشط، لماذا لم يتنشط في 12 مرة سابقة وسيتنشط الآن؟ لأن هذا في علم الغيب، وإحنا معنا كل الوقت حتى نقلق وحتى نرى ونثبت بأن هذا الكلام غير صحيح. طبعا قد يحصل بالصدفة، قد يحصل شيء من هذا النوع، هذا في علم الغيب. الزلازل، دعني أكرر هذه الجملة وأرجو أن يعني تبقى هذه لي وأقولها بكل فخر، لا يوجد أي خبرة في العالم تستطيع أن تضمن أن زلزالا لن يتحرك خلال 5 دقائق قادمة، وكذلك نفس الخبرة لا تستطيع أن تضمن أن زلزالا سيحصل خلال 50 سنة على نفس الصدع بشكل مؤكد. هذا هو واقع التنبؤ بالزلازل، لا يوجد تنبؤ في الزلازل. يمكن أن نستنتج بعض المعلومات المفيدة من خلال دراسة التاريخ الزلزالي، دراسة الحوادث المماثلة، ماذا حصل قبلها، ماذا حصل بعدها، ما هي نقاط التشابه، ونستنبط منها قواعد يمكن أن تفيدنا في استشراف المستقبل. شكرا، أبقى معي بروفيسور، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور هلال الدليمي، يعني المساعدات التي قدمت للمنكوبين ضحايا الزلزال، القوى الدولية، الهيئات الإسلامية، كيف تصف لنا ذلك؟ هل هذا الأمر تراه قد يعني قد قوى من هذه الشعور بأننا مسلمين والكل يهب هبة إنسانية واحدة، سواء كان من الدول العربية أو الدول الأجنبية أو أيضا هيئة علماء المسلمين؟ الشعور التكافل الإنسان والشعور الإنسان في مثل هذه الظروف حقيقة يتجاوز كثير من الأمور، وهو الأمر المطلوب الذي يحمل، وهذا جبل عليه الإنسان لأخيه الإنسان، هكذا هي الإنسانية بحدها الأدنى، ومن ثم العلاقات الأخرى، الجوار، ومن ثم الأديان، ومن ثم العلاقات الإنسانية الأكبر. حقيقة المساعدات التي قدمت لضحايا الزلزال والاستجابة من القريب والبعيد تفاوتت حقيقة حسب القدرة وحسب الإدراك لخطورة هذا الأمر، وكنا نتمنى أن تكون حجم المساعدات وفرق الإنقاذ تكون بسرعة أكثر من الذي رأيناه. نعم، هو الأمر حدث مفاجئة، والتأثيرات التدميرية كانت كبيرة وعلى رقعة واسعة في تركيا وفي سوريا، ولكن حقيقة كانت الاستجابة يشكر عليها من قام به أي كان. أنا حقيقة أعلق على الاستجابة للدول العربية والإسلامية، كانت هناك استجابة، ولكن أنا حسب ما أرى كان يجب أن تكون أكثر عددا وأكثر دعما، ويمكن أن تنقذ كثير من الأرواح التي فارقتنا نتيجة التأخر في وصول هذه الفرق، لأنه لا سوريا في وضعها الحالي لديها القدرة على مواجهة هذه الكارثة، ولا تركيا بمفردها رغم الجهود التي بذلتها، ولكن من تقدم، من قام بواجبه الإنساني والأخلاقي اتجاه هذه الأزمة، فهذا هو حقيقة يشكر عليه وهو واجبه بكل الأحوال، ولكن أن تقوم بمبادرة حسب الإمكانيات المتوفرة أعتقد أنه هذا عمل إنساني رائع ويستحق الشكر والثناء. طيب، كيف تصف يعني فعل النظام السوري عدم سماحه لوصول المساعدات إلى الشمال السوري بحسب الشهود العيان من داخل المناطق المنكوبة؟ يعني القضية السياسية الآن اللي يتحكم فيها هذا يعني في سوريا أثرت كثيرا حتى على تدخل الدول التي تريد أن تقدم مساعدة وتمنع من قبل الحكومة أو تستغل بشكل سيء، لأنه هذا الأمر حقيقة الذي يحرك جيشه لمقاتلة شعبه، هل هو حريص عليه لكي ينقذه من الموت؟ هو يريد له الموت. أنا هذا رأيي حقيقة بهذا الجانب، وهذا طبق عمليا، يعني رأينا كيف كانت حتى الميليشيات التي ذهبت لتقديم المساعدة، رأينا وسمعنا كيف كانت المنطق الذي يتحدثون به عن
الضحايا وعن يعني مخجل ومخزي جدا. طيب ابقى معي دكتور هلال، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمد جواد فارس، بالعودة إليك، ماذا ينبغي على الدول المجاورة لتركيا أن تفعل تحسبا لحصول زلزال أو ارتدادات ربما لهذا الزلزال؟ أن تأخذ العبرة بالنسبة للبنايات، وخاصة هذه البنايات التي هي موضع دراسة من قبل المعماريين، يجب أن تأخذ نظر الاعتبار منطقة الزلازل المجاورة في هذه البلدان. ولذلك في هذه الحالة أنه تمكين البلد من أخذ الحيطة والحذر بكل الأمور التي يمكن أن يقدمها لشعبه بما فيها مسألة السدود وتمكينها، لكي تكون هذه السدود هي واقية في حالة حدوث مثل هذه الزلازل. ولو أنه هذه الزلازل ليست متوقعة كانت، لأنه كان سابقا زلزال بست درجات في ريختر، ولكن بهذه المرة جاء هذا الزلزال كارثي بالنسبة لتركيا وما جاورها، وخاصة سوريا في حلب وفي منطقة حماة وفي إدلب. وهذه الأمور كانت يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أنه وجود هناك طواقم للعمل المدني من أجل إنقاذ أو الإسراع في إنقاذ من بقى تحت الأنقاض لهذه البناية أو تلك. ولذلك يجب أن يكون هناك حكم وسلطة دائما تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب، وتهيئ أجواء داخلية من أجل تحمل كل هذه الأمور بما فيها هذا الأمر الذي ممكن أن يحدث الكارثي، ممكن أن يحدث في أي وقت وفي أي زمان ومكان. نعم أستاذ محمد جواد فارس. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونحن نسلط الضوء في هذه الحلقة على كارثة الزلزال في تركيا والشمال السوري وتداعياته المحتملة على المنطقة. بالعودة إليك بروفيسور نجيب أبو كركي، تحدثت عن ضرورة قراءة التاريخ الزلزالي وضرورة التثقيف بهذا الاتجاه. لنتحدث عن الدول المتطورة والمتقدمة التي تقوم ببناء البنى التحتية على وفق ما تتوقعه من حصول زلازل مستقبلية، لذلك تقوم ببناء هذا البنيان باستخدام معايير تتوافق مع هذه الاحتمالات للكوارث التي ربما تحصل. والدليل أو كمثال على ذلك مثلا نأخذ اليابان. يا ترى هل من المفترض أن تكون جميع الدول التي فيها احتمالية حصول الزلزال كبيرة أن تقوم ب يعني بناء هذه البنى التحتية على وفق هذه المعايير؟ سأجيبك، لكن أريد في الواقع يعني أن أفيد
بشيء للمستقبل بثواني فقط، فكرة متعلقة بالفقرة السابقة اللي ذكرتوها عن مسألة الإنقاذ والجهود في سبيل ذلك. أنا أعتقد يعني نقتنع بأن الزلازل ظاهرة نادرة بشكل عام، يعني قد يأتي بلد ويعد دفاع مدني كامل ويدخل العامل في هذا الدفاع المدني ويتقاعد بدون ما يمر عليه أي تجربة زلزال. إذا من هذه الناحية أعتقد أن كل الدول التي لم تساعد يعني بشكل كبير أن ترسل أكبر قدر ممكن من المنقذين من عندها، هذا سيفيدهم هم أيضا كثيرا في مجال التدريب على هذا، وسيكون لهم فائدة عظيمة في إنقاذ الناس اللي موجودين هناك. فللمرات القادمة يجب أن ينظر لهذا من هذه الزاوية، أن من يذهب سيكتسب خبرة كبيرة قد لا تتاح له في حياته بتاتا، وقد يفاجأ فيها في بلده وبالتالي يكون أقل فاعلية. يعني هذا ما حبيت أني أقوله كفكرة. وفي الواقع الدول يجب أن تعمل اتفاقيات في هذا المجال، بأنه إذا حصلت كارثة في منطقة، لأنه الكارثة أكبر من أي دولة أيا كانت، حتى اليابان أو الولايات المتحدة أو غيرها، عندما تحصل بها كوارث كبرى تطلب المساعدة. أما بالنسبة لليابان فهم في الواقع يشتغلوا حسب يعني بالمبدأ والعلمي بشكل عام، لكن حقيقة أيضا قد يفاجأوا أحيانا. يعني هو في الواقع المبدأ العلمي هذا والبناء المقاوم وكل ذلك مبني على حسابات وعلى معلومات وعلى تاريخ زلزالي وعلى أمور من هذا النوع. مثلا في عندهم نجاحات كبيرة، فوكوشيما لم ينهار المفاعل النووي من زلزال قوته 9.2 بالعشرة، لا يقارن بتاتا بال7.8 بالعشرة. يعني 7.8 بالعشرة يعتبر لا شيء بالنسبة لل9.2 بالعشرة، لكن المفاعل قوام. إلا أنه عندهم برضو إخفاقات في كوبا 1995 المبنية لتقاوم الزلازل، لكن إلى حد معين، يعني مبنية حسب معادلات وأمور تفترض أن الزلزال سيأتي بشكل معين، جاء أكبر بكثير مما توقعوا، وبالتالي كان عندهم 5000 قتيل ودمار هائل في كوبا. الكوارث من هذا النوع تفاجئ الدول، تتطلب في الواقع جهد مستمر وتتطلب توطين خبرات في نفس البلد. يعني لا يمكن لأي خبير من برا تأتي باستشارة بسيطة أن يحل لك مشاكل من هذا النوع، هذا يحتاج إلى عمل صبور وإلى استعداد وإلى في الواقع يعني صبر وجلد وجدية في هذا المجال. هذا في الواقع أنه المفروض ما يجب أن نتعلمه، جدية للمستقبل في مجال هذه الأمور، وجدية أيضا إذا ما حصل أي مشكلة في أي بلد من هذا النوع بالإسراع في مسألة الإنقاذ واكتساب الخبرات من تلك التجارب يعني بقدر الإمكان. نعم بروفيسور قمع، لو سمحت سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور هلال الدليمي، هل ترى أن حكومة السوداني على مستوى تحدي تقوم بالتنسيق مع الدول من أجل تلافي أي كوارث تحصل في العراق، خشية على الشعب العراقي، خوفا على الشعب العراقي على مستقبل الأجيال؟ وحقيقة المضحك المبكي هم وجودهم في العراق كارثة بحد ذاته، لكن على المدى الإجابة على سؤالك، لا يوجد في نيتهم ولا في تخطيطهم ولا في تفكيرهم العملي الذي رأيناه على المدى الاحتلال اللي حتى الآن، لا توجد نية في لا في أعمار شيء ولا تفكير في تخطيط مستقبلي بالمرة. أعتقد أنه هؤلاء الناس لو حصل لا سامح الله كارثة بهذا الحجم أو أقل منها بكثير، يعني الذي لا يستطيع أن يبني منظومة تصريف لمياه الأمطار في العاصمة بغداد، أو كل الكلف والأموال الهائلة التي سرقوها خلال الفترة الماضية، ونص ساعة مطر بسيط تغرق بغداد، فما بالك في القضايا الأخرى التي تستوجب أن يكون هناك استعداد مهني واستعداد تقني وبنى تحتية رصينة وأبنية انهارت لحالها. يعني كلنا شاهدنا العام قبل شهرين أو ثلاثة المبنى الذي انهار في بغداد، لا توجد هناك سيطرة نوعية على الأبنية، لا توجد هناك حقيقة قياسات حقيقية وفحوصات دقيقة على المجمعات السكنية التي تبنى الآن بغسيل الأموال وغيرها. إذن نحن نعيش حقيقة نظام لا دولة، فبالتالي عندما نصف هذا النظام بهذه الطريقة ونرى الواقع الحال، نعتقد أنه هم بعيدين كل الوعد عن التفكير المنطقي بالتنسيق مع الدول أو مع المنظمات، أو يضعون شيء من الاهتمام لهذا الأمر، لا من بعيد ولا من قريب. يعني نحن في العراق
تداعيات الاحتلال وتداعيات الفساد الإداري والمالي هو الذي يسيطر على العملية السياسية في العراق ومن ثم الخدمية. يعني المواطن العراقي الآن شركات أجنبية تأتي بالعمالة الأجنبية من الخارج، هذه كارثة، وابن البلد لا يستطيع أن يعمل في بلده، هذه كارثة. يعني أنا قلت في بداية كلامي وجود هؤلاء على العراق هم كارثة حقيقة مستدينة، والضرر والدمار اللي بيسببوه للعراق يمكن أكثر من هذا الزلزال بكثير. يعني إذا من نتكلم عن 31 ألف أو 35 أو 47 ألف متوفى في هذا الزلزال نسأل الله لهم الرحمة، كم عدد المغيبين الذين قامت الميليشيات بقتلهم؟ عدد أضعاف، عشرات الأضعاف لهذا العدد. فإذا هم وجودهم كارثة، يعني فكيف نطلب أو نصف من سلطة بهذا الحجم بهذا الوصف أن تقوم بالاهتمام بحياة المواطن أو بصحة المواطن أو في مستقبله؟ دكتور اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ محمد. أستاذ محمد جواد، العراق سبق تركيا بالكارثة، في هناك كارثة النازحين، جمهوريات من المخيمات، مخيمات النزوح لا يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، يوجد المغيبين، عشرات الآلاف من المغيبين لا يعرف مصيرهم، الموصل إلى الآن مهدمة رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ 7 سنين، الجثث والعظام للقتلى إلى حد الآن يعني تحت الركام، لم يتم إعادة بنائها، لم يتم إخراج حتى هذه الجثث ودفنها وإكرامها. من وجهة نظرك الكارثة في العراق والكارثة في تركيا إلى أي مدى ترى أنها تتعدد صور الكوارث والمعنى واحد؟ أنا حسب رأيي أنه هذه السلطة الحالية في العراق لا يمكن أن تقوم بأي عمل لصالح الشعب العراقي، فمنذ الاحتلال ولحد الآن لا مدارس ولا مستشفيات ولا طرق مواصلات معبدة بشكل جيد، وإنما هناك بنية تحتية متخاوية لا يمكن إصلاحها، لأنهم هؤلاء يفكروا دائما بمصالحهم الشخصية. ما يحدث في قضية اللاجئين وهذه المخيمات، هذه المشكلة هي يجب أن تحل، وعودة هؤلاء النازحين واللاجئين إلى بيوتهم وإلى سكناهم، ولكن هناك تأثيرات، في هذه التأثيرات واضحة للعيان، قضية التشخيص بالنسبة للقضايا الطائفية وما حدث في جرف الصخر مثلا من نزوح عدد غير قليل من سكنة المدينة إلى مناطق أخرى، واستغلال هذه المنطقة إلى تواجد فصائل مسلحة، وكذلك بالنسبة لما حدث في الموصل، ولحد الآن جثث موجودة تحت الركام لا يستطيعوا أو ليس لهم أي نية في إيجاد صيغة معينة من أجل إعادة بناء نينوى كما هي كانت في آثارها وفي بيوتها، وعودة النازحين إلى ديارهم في سنجار وفي مناطق أخرى. هذا الحكم غير جاد ولا يمكن الاعتماد عليه ولا التفكير بأنه يجب أن يحل مشاكل الشعب العراقي بشكل مطلوب، وهو كما موجود ومن أجل إقامة بلد متطور نحو الأفضل، وإنما بالعكس لا زراعة ولا صناعة ولا مؤسسات جادة في إيجاد خدمات للمواطنين، وإنما الفساد الإداري والمالي موجود وقائم، وكذلك تهريب العملة كما وجدنا في مسألة انخفاض
سعر الدينار العراقي بالنسبة للدولار وتأثيره على المواطن، بحيث أن المواطن لا يستطيع أن يمتلك لشراء مواد غذائية من السوق، وإنما بالعكس تصاعدت الأسعار والرواتب هي بقت، وهذا هو حال المواطن العراقي المسكين الذي يكتوي بنار هذا النظام. نعم أستاذ محمد جواد، شكرا لك. بروفيسور نجيب أبو كركي، هناك مشاعر خوف من الناس من الزلزال الذي حصل، هل تتوقع أن هذه المشاعر ربما تزول بزوال الخوف؟ هل هناك ربما مستقبلا، سألتك قبل قليل، ربما تداعيات مستقبلية لهذا الزلزال، ولكن الآن هذه المشاعر لدى الناس سواء في تركيا أو في الشمال السوري أو حتى في الدول المجاورة، هل ترى أن هذه المشاعر سوف تزول بزوال هذه الكارثة نهائيا؟ نأمل ذلك يعني، ونتمنى لهم السلامة وعدم التفكير بشكل يعني، هذا تتطلب السؤال يتطلب إجابة من عالم نفس أو من طبيب نفساني أو شيء من هذا القبيل، لكن أعتقد بأنه يعني الزمن كفيل، وفي الواقع نحن أيضا أناس إلى حد ما لدينا مقاومة، مشاكلنا لو كانت موجود يمكن 1 على 100 منها في دول أخرى بتلاقيهم راح يتأثروا بشكل أكبر بكثير منا. لندع يعني نبقي ثقتنا بالله عز وجل، ونأمل أن يعني تلتئم هذه الجروح من هذه المشاكل، هذا شيء يعني بأمر الله في النهاية، وعلينا في الواقع أن نمر من هذا الامتحان بقدر الإمكان وبأقل خسائر ممكن. نعم، شكرا جزيلا بروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية، ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا للدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر الهاتف، وشكرا جزيلا للأستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر الهاتف. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.